عندما نتحدث عن برشلونة نتحدث عن الألقاب، الأهداف، اللعب الجميل، غوارديولا، تشافي، إنييستا، سواريز، تيكي تاكا، الكامب نو، الجماهير، ميسي، 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 ميسي. ولكن قبل هالجيل الممتلئ بالنجاحات كانت هناك فترة صعبة للفريق الكتالوني، فترة مليئة بالتحديات. Io non stico affrontato non sono Cruyff. Paolo sta giocando fra. Mazza! Mazza! Invece la cellula di ballo. Madre mia, che golazo! Io mi voglio felicitare. Pizzi! 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 Pizzi viejo! Pacheta, hi ha falta favorable a l'Espanyol i final del partit. Final a Sarrià, el derbi acabat amb empat, Xavi Torres. بعد موسمين بلا لقب وما تبقى من فريق الأحلام، تم طرد يوهان كرويف قبل المباراة الأخيرة في الموسم بعد علاقة الهولندي المتوترة مع رئيس النادي جوزيب نونيز التي أصبحت غير قابلة للإصلاح، خاصة مع إشاعات في الأشهر الماضية عن احتمالية قدوم بوبي روبسون. والطريقة التي تم فيها طرد كرويف الذي قدم الكثير للنادي كانت قاسية، حيث لم يستطع نونيز أن ينقل هذا الخبر بنفسه، وأرسل نائبه غاسبار لينقل الخبر إلى الهولندي في مركز التدريبات قبل المباراة الأخيرة في الموسم. وهكذا وبعد 8 سنوات من الخدمة رحل أكثر مدرب أدار مباريات للنادي من الباب الخلفي، وأتى مدرب إنجلترا السابق إلى وضعية لا تحسد عليها في برشلونة، حيث كان روبسون في وسط حرب سياسية كروية وسيستلم من بعد أسطورة. الإدارة رأت بوبي بمثابة جسر ما بين كرويف وفان خال الذي سيتولى في السنة التالية، ولكن الإنجليزي لم يعلم بهذا الأمر ولم تكن توقعات عالية لهذا الموسم، وكان من المفترض أن يفشل. وجلب النادي رونالدو بصفقة قياسية، والذي أخذ أول خطواته الكبيرة نحو العالمية بعمر ناهز 19 سنة. وروبسون أصر على جلب مساعده في بورتو ويده اليمنى خوزي مورينيو إلى برشلونة، ودخل الفريق في مرحلة صعبة في مارس، ولكن استطاع أن يغير مجرى الموسم بعد ريمونتادا تاريخي في مباراة الإياب أمام أتلتيكو في الدور ربع نهائي من كأس إسبانيا، حيث سجل الروخي بلانكوس 3 أهداف في الشوط الأول في الكامب نو لتكن النتيجة 5 أهداف مقابل 2 بالإجمال، وأعلنت الجماهير عن استيائها بشكل تقليدي في الملعب. ويقال أن الإدارة قد حسمت مصير المدرب الإنجليزي في هذه اللحظة مع وجود فان خال في المدرجات، لولا شوط ثاني تاريخي من البلاوغرانا. Sergi remata tal com ve, rematada i gol. Marcat Pantich, ha marcat Pantich. Interior, refús defensiu, recupera Figo, remata amb el peu dret, gol. Assistència per Ronaldo, entra a l'àrea, pica amb el peu dret, gol. Abelardo, ha salvat el porter, rematada i gol. Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi. الألقاب لم تكفي للحفاظ على مهنة روبسون، حيث لم يحرز على لقب الدوري بعد أن جمع 90 نقطة. ولولا رحيل رونالدو إلى بطولة ودية للمنتخب وغيابه عن آخر 3 مباريات بالدوري، قد تكون هناك نتيجة أخرى. ومباشرة بعد رحيل رونالدو إلى المنتخب، لم تعلم الجماهير بأنه لن يرتدي قميص برشلونة مرة أخرى بعد أن فقد الثقة بالإدارة مباشرة بعد المفاوضات على تجديد عقده، ورحل إلى الإنتر بعد أن قدم موراتي عرض مغري. وبعد التوقيع مع فان خال
قبل روبسون منصب إداري في النادي، ولكن رحل بعد موسم واحد. Niveau van de spelersgroep is van die aard dat ik bijvoorbeeld een succes als bij Ajax hopelijk kan continueren. بعد أن عاد أياكس إلى القمة الأوروبية بعد مرور النادي في مرحلة صعبة إقليميا بعد كرويف، أتى فان خال إلى برشلونة بنفس المهمة وهي إعادة البلاوغرانا إلى القمة ذاتها كما فعل الهولندي قبله. والإدارة رأت فان خال كالبديل المناسب لأنه على الورق كان يلعب بنفس الطريقة الهولندية التي طبقها رينس ميكلز والذي طورها كرويف بعده. وليكمل الطاقم التدريبي أوصى بوبي روبسون بانضمام خوزي مورينيو إلى فريق الهولندي. ولتعويض رونالدو جلب بوبي روبسون في منصب الجديد برازيلي آخر وهو ريفالدو الذي قدم مستوى ممتاز مع ديبورتيفو. وعلى الرغم من جلب العديد من اللاعبين الهولنديين، واجه فان خال مشاكل في حجرات الملابس مع اللاعبين القدامى الذي تم تسميتهم باللاكينتا، وهم 5 لاعبون متشبتون بمفاهيم كرويف. وتحدث ستوشكوف عن أول لقاء مع فان خال في حجرات الملابس عندما قال المدرب الهولندي العبارة التالية للاعبين: وسبب هذه المشاكل قد تعود إلى علاقة فان خال المعقدة مع كرويف، والتي تتطلب الرجوع إلى عام 72 عندما كان فان خال لاعب موهوب لفريق أياكس الرديف، ولم يعطى الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول لأن كان هناك لاعب اسمه يوهان كرويف يلعب في نفس المركز. وعندما أصبح مدربا لأياكس في عام 91 لم يكن القرار ذات شعبية كبيرة، وجريدة التلغراف الهولندية عملت حملة فاشلة لاستبداله بكرويف. وكتب فان خال في كتابه الشخصي عن خلافات أخرى أيضا، ودائما ما كانت نجاحات فان خال في كل مكان تقيم بمعايير يوهان كرويف. ولكن على الرغم من عدم تطبيق رؤية فان خال في الملعب بشكل تام في الموسم الأول والخروج من دور المجموعات في دوري الأبطال، حقق برشلونة ما لم يحققه مع كرويف، حيث حصد على الثنائية المحلية الأولى للبلاوغرانا منذ عام 59. وإحدى أهم لحظات الموسم أتت عندما فاز برشلونة في السانتياغو برنابيو، والأخرى عندما فاز برشلونة في الكامب نو على مدريد بثلاثية نظيفة. التي أتت بعد محاولة فاشلة لحجب الثقة عن رئيس النادي جوسيب نونيز من قبل حزب المعارضة الذي كان يترأسه شاب طموح يسمى بجوان لابورتا الذي كان من عشاق يوهان كرويف. ومن وجهة نظر فان خال ونونيز أدى هذا الانتصار في الملعب وصناديق التصويت إلى فتح صفحة جديدة في النادي، صفحة خالية من عدوهم المشترك يوهان كرويف. مع بداية الموسم الجديد اتضح للجمهور والإعلام الكتالوني بأن تكتيك فان خال لا يشابه تكتيك كرويف على الإطلاق، حيث كرويف كان يعطي الحرية في استبدال المراكز بين اللاعبين، وفان خال كان يعطي الكثير من التعليمات للمحافظة على الرسم التكتيكي. وشعر الجمهور بأن الفريق أصبح غير كتالوني أو حتى إسباني بعد أن جلب المدرب 5 لاعبين هولنديين إضافيين وتخلص من العديد من لاعبين كرويف أيضا. وعلى الرغم من عدم إتقانه للغة الإسبانية، دخل المدرب الهولندي في معارك كثيرة مع الإعلام الكتالوني. حيث لم يكن شخصية محبوبة على الإطلاق، وأصبح تحت ضغط كبير في بداية الموسم بعد أن خرج الفريق من دور المجموعات من دوري الأبطال في مجموعة كانت تتكون من طرفي النهائي في ذلك الموسم، اليونايتد والبايرن. ولكن إحدى قرارات فان خال المتميزة هي إشراك شاب بعمر 18 سنة يسمى بتشافي ليشارك في مكان غوارديولا الذي كان مصابا لفترات طويلة في الموسم. والسبب الذي يجعل من فان خال أن يكون واثقا في إشراك شاب في هذا العمر ترجع إلى الأساليب والطرق التي وضعها كرويف لتطوير أكاديمية الشباب في برشلونة، أساليب تمنح الثقة لشاب مثل تشافي على المشاركة مع الفريق الأول بشكل سريع، أساليب تعطي الأفضلية للثقافة الكروية على المقومات الجسدية، أساليب وطرق متفق عليها عند كرويف وفان خال.
وهدف تشافي أمام بلد الوليد في ديسمبر أشعل الفريق ودخل في سلسلة نتائج إيجابية ليخطف الصدارة وينهي الموسم على بعد 11 نقطة من الوصيف مدريد. من ضمن هالسلسلة من النتائج الإيجابية كان هناك انتصار آخر في الكلاسيكو بثلاثية نظيفة، انتصار كان مليئا بالإيجابيات، ولكن فان خال رأى سلبية وحيدة والتي كانت بداية الصراع المشهور ما بين المدرب الهولندي ونجمه البرازيلي ريفالدو. المشكلة كانت بسيطة ولكن علاجها بعيد عن ذلك. كان ريفالدو يلعب في مركز جناح الأيسر ولم يكن المركز المفضل لديه، وكانت لديه تعليمات كثيرة من فان خال بعدم النزول إلى وسط الميدان. المدرب الهولندي رأى مصلحة الفريق أولا، حيث ريفالدو لم تكن لديه نزعة دفاعية جيدة، ولذلك تمركزه في الجناح وضياعه للكرة هناك تسبب أضرار قليلة دفاعيا من لو كان متمركزا في مركز صانع الألعاب. وفي أول موسمين تحت فان خال لم يعارض البرازيلي هذا القرار التكتيكي، ولكن مع دخول موسم الثالث وإحرازه على لقب أفضل لاعب في العالم في ديسمبر من عام 99 تغيرت الآراء، حيث طلب ريفالدو بتغيير مركزه وأعلن عن ذلك أمام المدرب واللاعبين والطاقم التدريبي. رفض فان خال هذا الطلب، وبعد مباراة أمام أتلتيكو في ديسمبر استبدل الهولندي نجمه البرازيلي في الدقيقة 72 وقال له البرازيلي بأنه لن يلعب في الجناح مرة أخرى، فأرسله المدرب للمدرجات لمباراتين، وعاد البرازيلي في الدكة أمام سلتا فيغو بعد ضغط إعلامي كبير، ودخل في الدقيقة 63 في مركز المفضل في الوسط واستطاع أن يسجل هدف. على الرغم من هذه المشاكل الداخلية كان الفريق الكتالوني مرشح على كل البطولات ولديه مرونة تكتيكية فريدة، حيث كان يحتوي على العديد من اللاعبين المتميزين في كل مركز، ومنح الهولندي فرصة لكتالوني آخر وهو كارلوس بيول الذي ابتدأ كظهير دفاعي. ولكن بما أن الفريق كان ينافس على كل الجبهات فشل في إحراز أي لقب، وردت فعل الإعلام كانت قاسية بعد الخروج في الدور النصف النهائي من دوري الأبطال أمام فالنسيا، والجمهور انغلب على الفريق في مباراة أمام رايو فاليكانو في مايو والتي كانت مباراة مهمة لكسب الدوري في نهاية الموسم، ولكن امتلأ الكامب نو بصافرات الاستهجان على كل لمسة للفريق الكتالوني. لم يعد هذا الفريق فريقهم، وللرئيس رئيسهم، وللمدرب مدربهم، وخسر برشلونة المباراة وضاعت كل الآمال لكسب دوري ثالث على التوالي. وبعد سنوات من الضغط استسلم رئيس النادي نونيز حيث استقال بعد 22 سنة من الخدمة، وطلب من فان خال أن يستقيل أيضا، ورحل الهولندي بعد مؤتمر صحفي أخير. Amigas y amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades. ¿Es posible tú puedes callar? مع اقتراب انتخابات الرئاسة للأندية الأسبانية أصبحت هناك مشكلة جديدة لبرشلونة. لويس فيغو كان أحد أفضل لاعبين العالم في عام 2000 والكابتن الثاني للفريق الكتالوني، وكانت لديه علاقة ممتازة مع الجمهور والمدينة، ولكن أتى من أقوى وأغنى رجال أسبانيا فلورنتينو بيريز بخطة لتدمير هذه العلاقة المتينة. رئيس نادي ريال مدريد لورينزو سانز كان مرشح بشكل كبير لإكمال فترة رئاسته في النادي بعد أن جلب اللقب الأوروبي المفقود للميرينغي ليس مرة بل مرتين في عامي 98 و2000. فإذا كان بيريز يريد الفوز بالانتخابات يجب أن يقوم بمعجزة، لذلك رأى بأن أكثر لاعب مرغوب من جماهير مدريد هو لويس فيغو، فوعد عشرات الآلاف من أعضاء النادي بأنه في حال كسبه للرئاسة سيجلب النجم البرتغالي للنادي. كان وعده غريب وشبه مستحيل، ولكن كانت لديه خطة متكاملة. جميع اللاعبين في الدوري الأسباني كانت لديهم شروط جزائية في عقودهم، وفيغو الذي لا زال على عقده السابق وكان في وسط المفاوضات على التجديد كانت قيمة شرطه الجزائي 60 مليون يورو، والذي كان رقم قياسي لو انتقل.
بيريز عمل صفقة مع مدير أعمال فيجو والتي ضمنت حصول اللاعب على 2.5 مليون يورو إذا وقع على اتفاق مبدئي ينص على انتقال البرتغالي إلى مدريد إذا فاز بيريز بالانتخابات، وإذا خسر يحصل فيجو على 2.5 مليون. ولا نعلم إذا فيجو وافق على ذلك أم لا، ولكن عندما أكد مدير أعماله بهذه الصفقة الأثر كان كبير، حيث الوسائل الإعلامية ملأت كل صفحاتها بهذا الخبر المفاجئ. لتهدئة الأمور عمل فيجو مقابلة في 9 يوليو ونفى كل الأخبار وقال بأنه ليس مجنونا لينتقل إلى مدريد، ولكن بعد أسبوع نجحت الخطة وفاز بيريز بالانتخابات. نائب رئيس برشلونة غاسبار فاز بالانتخابات أيضا، وذهب فيجو إليه لإلقاء هذا الانتقال، ولكن العملية كانت صعبة. إذا كان برشلونة يريد إبقاء فيجو على الرغم من دفع الشرط الجزائي، يجب أن يدفع الغرامة التي تساوي 30 مليون يورو، والتي تعتبر بمثابة دفع خامس أعلى قيمة انتقال لتوقيع لاعبهم من جديد. وبيريز ذكر للأعضاء بأنه إذا فشل في جلب البرتغالي سيتمكنون من حضور جميع مباريات ريال مدريد لسنة بلا مقابل، وسيتم تمويل ذلك عن طريق الغرامة التي سيدفعها الفريق الكتالوني. لذلك غاسبار رأى عناوين الصحف كالآتي: رئيس نادي برشلونة سيدفع لجماهير مدريد لمشاهدة فريقهم طوال الموسم، وقال أنه سيتم اغتياله إذا عمل ذلك. وفي 24 يوليو تم تقديم فيجو في سانتياغو برنابيو وهو بالكاد يبتسم، والآن تم تجسيد كراهية برشلونة نحو مدريد في شخص واحد كلاودروب في السابق. وفي أول لقاء لفيجو في الكامب نو الكرة أخذت مقعد خلفي ولم تعد مباراة، والكراهية ذهبت لأبعاد جديدة. وآثار هذه الصفقة امتدت للمواسم التالية، حيث هوس غاسبار بعد فيجو أدى إلى قرارات سيئة للرئيس الجديد. دفع الكثير من الأموال لجلب صفقات فاشلة والمبالغة في زيادة رواتب اللاعبين للمحافظة عليهم، واستبدل مدربه الجديد فيرر قبل نهاية الموسم ولكن بلا فائدة، حيث بالكاد أن تأهل برشلونة في الموسم التالي إلى دوري الأبطال لولا هاتريك تاريخي من ريفالدو في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا. والتي أتت قبل أسبوع من مباراة غوارديولا الأخيرة مع النادي بعد أن قرر الذهاب إلى إيطاليا بعد اختلافه مع الإدارة. ولم تتغير الأحوال في الموسم التالي، مركز الرابع وبلا لقب يذكر، وفي المقابل فيجو ومدريد كانوا في وسط جيل الجالاكتيكوس، وبعد الفوز على برشلونة في الدور النصف النهائي حصدوا على لقبهم الثالث في دوري الأبطال في آخر 5 مواسم، وأصبحت عودة فيجو للكامب نو في المواسم القادمة بمثابة نهائي لبرشلونة. والحل أعاد غاسبار فان خال مرة أخرى، وأدى ذلك إلى رحيل ريفالدو فورا ومعه لاعبون آخرون قد اكتفوا من المدرب الهولندي، وجلب النادي النجم الصاعد ريكلمي الذي لم يتأقلم بالمرة مع المدرب أو مع اللاعبين. وبعد إهدار الكثير من الأموال في السنوات الأخيرة ارتكز الفريق على اللاماسية، وأخرج فان خال لاعبين مثل أندريس إنيستا وفالديس، ولكن في ديسمبر من عام 2002 خسر الفريق أمام إشبيليا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وطلبت الجماهير والصحف من غاسبار أن يستقيل. وبلغ الفريق الكتالوني الحضيض، واستقال الهولندي بعد أن كان برشلونة على بعد 3 نقاط من مراكز الهبوط وفي المركز 15. وقال فان خال: الفريق ليس بالحضيض بعد، ولا زال قادر أن يكون في المركز الأخير. استطاع المدرب الصربي رادومير أنتيتش أن يقود الفريق إلى مقعد أوروبي في المركز 6، وكانت لديه قرارات ممتازة كتغيير مركز بويول من ظهير إلى مركز قلب الدفاع، وأعطى حرية إضافية لتشافي في الوسط. ولكن لا زالت مشاكل ريكلمي حاضرة مع المدرب الجديد بعد أن رفض الأرجنتيني مصافحة مدربه الصربي بعد أن تم استبداله في مباراة في الدوري. وبعد الخروج أمام اليوفي في ربع نهائي دوري الأبطال كانت المدينة متشتتة بسبب انتخابات الرئاسة.
بعد أن قدم غاسبار استقالته في فبراير، طلب أعضاء النادي عمل الانتخابات فورا، وكان أحد المرشحين مجموعة شبابية كتالونية يقودها جوان لابورتا ونائبه ساندرو روزيل. إحدى أسباب نجاح هذه الحملة كانت رغبة الأعضاء في رؤية دماء جديدة في الرئاسة، وبالإضافة إلى دعم يوهان كرويف. ولكن انتقال وهمي جعل فوزهم مؤكد، حيث قبل نهاية الانتخابات وفي 9 يونيو عام 2003 أعلن لابورتا في مؤتمر صحفي عن اتفاقهم مع بيكهام، وكانت لدي المستندات التي تثبت ذلك. هذا الاتفاق أرسل رسالة إلى الأعضاء بأن هذه المجموعة كانت لدي القدرة الكافية على تحقيق الإنجازات، ولكن كان بيريز لدي اتفاق رسمي مع بيكهام ليجعله هو الجالكتيكو الجديد لهذا الموسم. ولكن علاقة روزيل كانت ممتازة مع رئيس نادي الميرينغي، ولذلك فلورنتينو لم يقل شيئا للإعلام عن هذا الاتفاق الوهمي. وبعد الفوز بالانتخابات وانتقال بيكهام إلى مدريد، أخذ لابورتا أول قرار مهم له كرئيس نادي برشلونة، وهو اختياره لرايكر ليدرب الفريق. والقرار كان غريبا نوعا ما بسبب خبرة رايكر التدريبية البسيطة، والتي تتلخص في إسقاطه لنادي سبارتا روتردام إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي. ولكن أوصى كرويف بمواطنه الهولندي، وقال بأن مدرب برشلونة يجب أن يكون على دراية بما يمثله هذا النادي وكيف بإمكانه نقل ذلك للجمهور والإعلام، ويرى أن رايكارد لديه هذه الخصائص. واستطاع لابورتا أن يجلب رونالدينيو اللي كان مرقوب من اليونايتد لاستبدال بيكهام، ولكن روزيل كان مدير تنفيذي سابق في شركة نايك وعلاقته ممتازة مع النجم البرازيلي، واستطاع أن يوقع مع اللاعب فورا. رونالدينيو لم ينتظر كثيرا ليترك بصمته مع الفريق. وعلى الرغم من ابداعات البرازيلي وجلب العديد من الصفقات والتخلص من العديد من الصفقات الفاشلة، كان الفريق يعاني في ديسمبر بعد الخسارة بخماسية أمام ملقا وبثلاثية نظيفة أمام ريسينج. وطلب روزيل من لابورتا أن يطرد رايكارد ويجلب سكولاري، ولكن أصر كرويف بأن يبقى مواطنه الهولندي. وبعد أن جلب النادي دافيدز على سبيل الإعارة، استطاع برشلونة أن يدخل في سلسلة مباريات بلا خسارة، وأيضا الفوز الأول في البرنابيو منذ عام 97 بعد هدف تشافي الحاسم، وأنهى الموسم خلف فالنسيا في المركز الثاني. على الرغم من الوصافة، كانت الجماهير متفائلة للمواسم القادمة، والتفاؤل ازداد بعد سوق انتقالات تاريخية للنادي، وجلب البلاوغرانا لاعب لديه عدو مشترك مع الفريق الكتالوني. كان الكاميروني سامويل إيتو أحد اللاعبين الذين لم يتم منحهم الفرصة مع الفريق الأول في مدريد بسبب الجالاكتيكوس، فعندما رحل إلى مايوركا كان ينتظر كل موسم لمواجهة مدريد. وفي مايو من عام 2004 سجل إيتو هدفين في البرنابيو وأشر وقال أنا كنت هنا. وعلى الرغم من امتلاك مدريد على نصف عقد الكاميروني مع مايوركا، إلا وأن رفض إيتو الانتقال إلى أي نادي غير برشلونة، وذهب إلى البلاوغرانا بصفقة قيمتها 27 مليون يورو، وأصبح محبوب الجماهير حيث خلق ثنائي ممتاز مع رونالدينيو. وبعد بداية ممتازة في الموسم، واجه إيتو وبرشلونة أول اختبار صعب للفريق الكتالوني عندما استقبل الجالاكتيكوس في الكامب نو في نوفمبر. ولم ينتظر الكاميروني كثيرا ليسجل. روبرتو كارلوس protege ese balón, ojo al despiste, esto va a marcar Eto. No. وفاز الفريق بثلاثية نظيفة في مباراة تعتبر بداية النهاية لجيل الجالاكتيكوس. ومع صفقات أخرى كديكو ولودوفيك جولي، برشلونة كان الأفضل في الدوري. ومنح رايكارد دقائق محدودة لشاب أرجنتيني بعمر 17 سنة في هذا الموسم. وعلى الرغم من الخروج المبكر في بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وأيضا الخسارة في الدوري في البرنابيو، حصد برشلونة على أول لقب في الدوري منذ عام 99. عندما يتقدم برشلونة خطوة إلى الأمام، تأتي مصائب جديدة تزيح الفريق إلى الخلف.
فورا بعد الاحتفالات أرسل ساندرو روزيل كتاب إلى كل أعضاء النادي معلنا فيه عن خبر استقالته من منصبه كنائب رئيس البلاوغرانا، وذكر في الكتاب أسباب رحيله كعدم التزام الإدارة برسالة الحملة الانتخابية وفقدان الشفافية والديمقراطية في توجه النادي، وذكر بأن ليس لديه أي خلاف مع لابورتا بل مع إدارة لابورتا. وفي المؤتمر الصحفي انسأل روزيل عن مدى تأثير كرويف على قرارات النادي، ورد وأرسل رسالة للهولندي وقال: لمصلحة الجميع يا كرويف، ابتعد عن لابورتا واجعله يعمل بلا ضغط. صرح لابورتا وقال بأن علاقته مع روزيل أخذت منحنى آخر بعد صفقة إيتو والتي أغضبت صديقه بيريز، ولم تكن الأحوال أفضل في الملعب على الرغم من إبقاء على نفس الفريق وإضافة الهولندي فان بومل، حيث عانى البلاوغرانا في بداية الموسم بعد أن جمع 10 نقاط في أول 7 مباريات، ولكن عندما ازدادت دقائق ميسي في الملعب ابتدأ الفريق أن ينسجم وأتت الانتصارات وأصبح هناك مسمى جديد للثلاثي في الأمام. وقبل الاختبار السنوي في البرنابيو أحرز رونالدينيو على الكرة الذهبية ودخل الملعب ليؤكد على سبب إحرازه على هذا اللقب. وذكر سالغادو بأن تصفيق جماهير مدريد لرونالدينيو لم تكن علامة احترام فقط بل طريقة لمعاقبة لاعبين المرينجي. ودخل برشلونة في سلسلة انتصارات متتالية حتى شهر فبراير وابتعد بالصدارة بفارق 12 نقطة، وأتى اختبار جديد في الدور 16 في دوري الأبطال أمام مورينيو وتشيلسي الفريق الذي أخرج البلاوغرانا في الموسم السابق. على الرغم من أرضية ملعب ستامفورد بريدج المتواضعة فاز برشلونة في مباراة الذهاب وبقرارات تحكيمية رآها مورينيو مثيرة للجدل بعد طرد الهورنو بعد تدخلات عنيفة على ميسي. وصرح مورينيو بعد المباراة بأن هناك مسرح جميل في كتالونيا واليوم ميسي أثبت ذلك. تعادل في الكامب نو حسم التأهل للدور الربع النهائي، ولكن أتت على حساب ميسي الذي أصيب بإصابة عضلية والتي أنهت موسم الشاب الأرجنتيني. فوز أمام بنفيكا في الدور الثاني أسقط برشلونة أمام فريق ميلان المرشح بقوة في الدور النصف النهائي، وبعد حذر كبير في المباراة الأولى في السان سيرو هدف جولي كان الحاسم. واكتمل الحذر في مباراة الإياب والتي شهدت لقطة مثيرة للجدل، ولكن استطاع البلاوغرانا أن يصمد ويتأهل إلى أول نهائي أوروبي للفريق الكتالوني منذ فريق الأحلام في عام 94. وبعد حسم الدوري أمام سلتا فيغو ركز البلاوغرانا على خصمه في النهائي نادي أرسنال الذي كان في نهاية فترة الجيل الذهبي. تشافي كان غائب بسبب الإصابة، وعلى الرغم من عودة ميسي للتدريبات قبل النهائي رايكارد أرسله للمدرجات والذي كان قرار قد أغضب الأرجنتيني كثيرا. وابتدأت المباراة وابتدأ أرسنال بالضغط على الفريق الكتالوني فورا، ولكن في الدقيقة 18 انطرد حارس أرسنال ليمن بعد تدخل على إيتو، ولكن استمر هنري وأرسنال بصناعة الفرص واستطاع كامبل أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول. تبديلات رايكارد في الشوط الثاني غيرت مجرى المباراة بعد دخول نيستا فورا مع بداية الشوط، وأيضا دخول هنريك لارسن في الدقيقة 61 والظهير الأيمن بلتي في الدقيقة 71 عندما قرر أرسنال أن يدافع حتى نهاية المباراة. وكان لارسن يلعب آخر مباراة له مع الفريق الكتالوني، وبسن 34 كانت فرصته الأخيرة في القمة الأوروبية، واستطاع أن يوجه الكرة للكاميروني لهدف التعادل وتمريرة أخرى لبلتي ليسجل هدف الحسم. وأخيرا عاد برشلونة لمنصة مماثلة لفريق الأحلام. في وسط الاحتفالات لم يذهب ميسي للمنصة ليحتفل مع الفريق، لا زال غاضبا على قرار عدم إشراكه في النهائي. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه فأين فريق الأحلام؟
غياب التصرفات الاحترافية عن رونالدينيو وفقدان ثقة الجمهور برئيس النادي لابورتا، سقط برشلونة سريعا في المواسم التالية بعد أن كان في القمة. وفي عام 2006، سنة قبل استلامه لفريق برشلونة للشباب، كان غوارديولا يكتب مقالات لجريدة البيس، وفي كأس العالم انعجب غوارديولا بشاب أرجنتيني وكتب: هذا الشاب لديه نفس مميزات الأساطير. والمقالة كأنها لمحة عن المستقبل، مستقبل الجيل القادم، مستقبل برشلونة مع غوارديولا وميسي.